تملي معاك يا قضبة يا مش عرفنا. طيب الشارع ده أغلى شارع براندات موجود في كام؟ بعد ما اتكسر لنا كاميرا الدرون راحت، البطارية خلصت وهي في قلب المية. لا هو It's my car. فخلينا نتبسط ونروح كده ايه بهدوء في مكان هيغير فكرتك تماما عن كام. يعني انت لو شايف المنظر ده ولسه ما قلتش سبحان الله يبقى انت عندك مشكله. هل كان مصيب للاغنيه بس؟ بعد الفيديو ده هتغير وجهه نظرك تماما عن كام. يلا بينا. انا حسن صفوت وبقدم محتوى عن السفر في كل مكان في العالم. لو انت مهتم بالمحتوى ده تنساش تعمل متابعه وكمل الفيديو ده. يلا عشان احنا متاخرين وعندي واحد صاحبي هيقابلنا هنا وهو اللي هيلففنا في كان. مرحبا بيك. جاهز؟ مرحبا بيك في كان. مرحبا بيك حبيب قلبي. مادي تونسي صح؟ صح. من صح. في تونس. تونس العاصمه. تونس العاصمه. ايوه اهل تونس يعيشكم. تعرف كده صح؟ يعيشكم بس مصر يعيشكم اكتر. يلا نبدا رحله كان. فالو ريس هي منطقه شعبيه شويه زي ما مادي بيقول لك كده، فبالتالي هتلاقي الاسعار فيها ارخص بمليون مرة من كان، وأنا مش ببالغ لما بقول لك بمليون مرة، لأن البيتزا اللي هتاخدها هنا ب 8 يورو هتاكلها في كان ب 28 ب 38 في الحتة دي يعني. في دولة يا فندم. طبعا لما تنزل تاكل لك كرواسون ب 15 يورو هنا ب 90 سنتيم. 90 سنتيم يا مؤمن. عارف حاجة؟ مش هقول لك حاجة ما تتصدق. بابلو بيكاسو عارفه؟ بابلو بيكاسو؟ أنا طبعا عارف طبعا. هو كان ساكن بلوريس حبيبي. نعم no. والله كان ساكن بلوريس والبلد دعمته يعني مشهورة فيه. ونقطة أخيرة بقى عن بلوريس إن هي فيها سوق شعبي، يعني لو أنت نازل آخد بيت هنا في كان وعندك تلاجتك وكذا ممكن يوم الأحد تنزل من الساعة 6 الصبح لحد قبل الساعة 1 الظهر السوق الشعبي بيكون موجود، تنزل تقدر تشتري خضار وفاكهة كل حاجة. سوق أول حاجة تعملها أول ما تيجي كان لازم 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 تيجي بلوريس. في نقطة مهمة أوي 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 في كان، إن هو أنت علشان تلاقي مكان باركينج الموضوع صعب أوي. أنا بتكلم في كان في السنتر فين في قلب كان. إحنا هنا في ري دونتيب. ري دونتيب؟ أيوه أنا ري دونتيب. وهو يعني مكان ما تقدرش تجي للكان وما تروحش لغير دونتيب لانه في المحلات تاع اللبس الساعات في كل يعني في كل حاجه يعني. فتعالى بقى ننزل ناخد لفه كده ايه سريعه في غودانتيب او يعني شارع الاغنياء في كان ونشوف بيتكلم على ايه. الحمد لله ان هو قافل، لان طبعا لو كان فاتح الواحد كان هيتعقد والواحد مش ناقصه عقد. احنا جايين نتبسط وباقل تكلفه ممكنه وهي دي الفكره من الفيديو. بص كده ده ب 75 99 83 الاسعار مش غاليه خالص. واضح ان احنا ظلمنا الشارع ده لان لحد دلوقتي ما شفتش الاسعار الغاليه اللي مادي قال لي عليها دي، لان الاسعار عاديه. حتى البراندات انا ما شفتش براندات غاليه قوي هنا. اوكي دلوقتي وصلنا لتاني حاجه تعملها في كان، والمفاجاه ان هي برضو ببلاش. شايف ده كله؟ شايف؟ ببلاش. طب ويوتيوب تمام. لا كوازيت هي من اهم الاماكن اللي موجوده في كان، لان هي مليانه شواطئ عامه، والناحيه الثانيه اغلى البراندات اللي موجوده في العالم واحلى اوتيلات في العالم الناحيه الثانيه. فيلا بينا. سلام يا صاحبي. علي بونجور هافينا سوجي كان اداد. علي تشاو ونوري. اي موجو كوتينا. اي اوكي سباغاف. والله العظيم ثلاثة الواحد ما عارف يقول ايه. بعد ما اتكسر لنا كاميرا بس احنا مش هيتكسر خاطرنا مش مشكله. بص الراجل الرايق ده. بص
حلوه الجامع. شفنا البحر واللذاذه بتاعت البحر وان كل حاجه ببلاش والفيب حلوه والناس مزاجها حلو وكله جاي يتبسط. تعالى بقى وببلاش، خليك مركز على نقطه ان كل ده ببلاش مجانا. البحر في ظهرنا اهو صح. بص بقى لو عدينا الشارع هنشوف ايه. هتعدي الشارع بس يعني بص هنعمل كده هنعدي الشارع. يلا بينا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بالانسيجا. طيب الشارع ده اغلى شارع براندات موجود في كان. في كان مظبوط. طيب وهنا الكازينو، وهتلاقي فيندي، وهتلاقي سيلين، وهتلاقي جورج ارماني، وهتلاقي جورج ارماني كافيه، بص في حاجات كتير قوي 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 في الشارع ده مستفزه. الاوتيل ده من احلى الاوتيلات اللي موجوده في العالم كله مش بس في كان. الاحلى بقى ان الاوتيل ده اداره قطريه، يعني ده ملك القطر. وهنا بقى المكان اللي هو الاشهر في كان واللي مدينه كان اصلا اتشهرت بسببه، وهو المكان اللي بيتعمل فيه مهرجان كان الدولي السينمائي اللي بيتعمل في شهر 6 من كل سنه. مبنى عملاق وكل نجوم هوليوود وكل نجوم العالم بيبقوا موجودين هنا، زيه زي مهرجان الجونه عندنا كده في مصر يعني. ايه اكسكيوز مي اكسكيوز مي اتس ماي كار يو ذس يا نايت. فخلينا نتبسط ونروح كده ايه بهدوء في مكان هيغير فكرتك تماما عن كان. طيب في مشكله تانية وقعنا فيها، وهي ان الدرون راحت، البطاريه خلصت وهي في قلب الميه، فاحنا حاولنا ننزلها على اقرب يخت. انا هحاول انزل بقى الميه هنا. هو في اليخت ده او ده، هي عملت لاندنج في واحد من الاثنين، اللي هناك ده الطويل او الثاني. الفكره انا مش عارف هرجع بالدرون عوم ازاي من غير ما تتبل، لان هي لو اتبلت باظت هي كمان. يلا بينا. ما لقيتش حاجة. هو بيقرب اهو. بص هو ده هو ده. نو مش هتخافي. ياس ياس لا هو شوف الابطال عملوها الابطال. شوف الناس العسل دي. يا راجل بيوصلني كمان. شوف بيوصل. طيب احنا بنأسف على بشاعة المنظر، بس خلينا نكمل بقى. احنا بنعمل ايه في كان؟ احنا هنا فين يا استاذ ميدي؟ احنا في تيول سورمير. اوكي. منطقة تيول زي ما انت شايف كده بيضيع فيها الدرون، فانت لو معاك درون ما تطيرهاش هنا عشان تبقى فاهم. دي حاجة. الحاجة التانية بص المنطقة عاملة ازاي؟ يعني المكان هو انا والله متضايق ان صوتي راكب على الفيديو ده، بس اوكي معلش. بص كده انت شايف معايا. يعني انت لو شايف المنظر ده ولسه ما قلتش سبحان الله يبقى انت عندك مشكله. فلسه مكملين في فكره ان انت ينفع تتبسط باقل تكاليف ممكنه، ودلوقتي هنروح نشوف اماكن جديده في كان وببلاش. يلا بينا. لو عايز تعمل دايفنج وسنوركلينج موجود، وده شكل المركب بتاعتهم، وعندهم تنكاتهم وعندهم كل شيء. جامد. ودي تعتبر السيتي سنتر بتاعت كان، واللي فيها كل المطاعم والكافيهات، واللي هتلاقيها ورا محطه الاتوبيس على طول او ورا الميري. هي الميري ايه؟ فاول ما تنزل من القصر هتبتدي تلف هنا، والمفروض ان في سوق هنا بتاع كان، فيا رب يكون موجود النهارده. هو كان بصيت عليه لقيت ان هو بيكون موجود يوم الاحد. رئيس طبعا ما ينفعش تيجي كان من غير ما تتمشى في الزقاقات بقى والشوارع اللي هي القديمه دي، لان انا بحب الستايل ده قوي من الموضوع. واو. هاي هاو ار يو؟ جود. واضح ان ايه بيكون في لبس بحر وفي هدايا وسكونيرز وبتاع وحاجات رخيصه. هو ده الاهم، لان احنا بندور على الارخص والاوفر. احنا جايين نتبسط ونوفر في نفس الوقت. واو. انا هاخد دي. انا المفروض كنت هاخد حاجه لسليم، بس بص دي وقع الاختيار على هذا الثلاثي المرح.
بص كده معايا. هو ده بجد ولا انا جالي ضربه شمس ولا انا بحلم ولا ايه؟ الصوت ده سامعه ده بجد؟ سامع؟ تملي معاك يا قضبه يا مشرفنا في قلب كان. بص المحلات في كان مشغلين ايه؟ سامع؟ بام هنطلع اعلى نقطه في كان اللي فوق دي. يلا 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 بص انت هتطلع لحد فوق هنا، هتطلع ده كله هتلاقي نفسك طلعت هنا، وهنا الساين بتاعت كان هوريها لك دلوقتي ومع التمثال العضرة، وهنا في برج، وهتلاقي بقى بص يعني ناس زي الشباب العسل دول كده، بص جايب معاه الفوق بتاعته قاعدين ومزكتهم وبتاع والدنيا ظريفة، وطبعا بقى الشباب اللي زي العسل اللي هناك دول المصريين قاعدين اهو مظبطين والدنيا تمام. فمعلم انت هتطلع تعمل كل اللي انت عايزه وتتنطط وتتشقلب وتتصور صورتين، بس خد معاك 15 ازازه ميه وايس كريم، لان هلاقي اللي عمل الميه دي ربنا يسقيك من ماء زمزم باذن الله. اوكي ولحد هنا يكون الفيديو بتاع كان خلص، بس الفيديوهات لسه ما خلصتش. ف